طيب انا عارف تاني اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي الموضوع ده. انا مش جعجاع، انا مش بزعق، انا بحاول مش يعني دايما لما اقول لحضراتكم حاجه بقولها بالورق وبالكلام المنطقي وبالكلام اللي جمهور النادي الاهلي هيفهمه، اللي جمهور النادي الاهلي هيفهمه. من امبارح بعدما اصدر النادي الاهلي بيانه الاخير اللي انا لسه قايله لحضراتكم، حصل ايه؟ من اول امبارح تسريبات تسريبات تسريبات، اشاعات اشاعات اشاعات. وللاسف الشديد من يطلق هذه الاشاعات هم ناس ما بتشجعش النادي الاهلي طبعا.